اللوتري لكن من بلدك كيف لجوء؟ ممكن لجوء من بلدك؟ اللوتري الشرعية ما هي شرعية بعد لا دمشق. دقيقة، اللجوء ممكن يجيني في بلدي يعني؟ اللجوء اللجوء مع اللجوء المسافر. تفاصيله أيوة بتختلف، اللجوء اللجوء تفاصيله بتختلف. ما هو اللجوء نفسه إذا كان لجوء سياسي، أنت شخص موجود في مكان فاقد حقوقك السياسية دي، أو فاقد ما بك حق حروب أو المشاركة غيره. بتاعتك السياسية، أو إذا كانت حروب أو غيرها، فنفس النظام اللي قاعد يمارس عليك الحاجات دي ما بيديك مساحة انك انت تقدم لجوء في دولة ثانية. طيب فاغلب الناس اللي بيهاجروا غير شرعيا ديل بيهاجر عشان يقدم لجوء في أيه. محطة الوصول اللي بيصلها دي، او عبر في منطقة العبور مناطق يقدم العبر. لجوء عشان تتم إعادة توطينه في منطقة ثانية. طيب انا ممكن نمشي بتاشيرة سياحية من هنا وبعد ذاك من هناك اتبهدل يعني فترة طويلة، حتى انه اوراقي تصل لل تصل اسمع اكسر للحكومة. اسمع اكسر شنو؟ اكسر ركبة ولا شنو؟ ايوه يا بقول لك انا ما مشيت هي دي برضه زيارة. برضه خاضعة لقوانين. ما انت لما تفتكر انه دي شرعية برضه؟ لا ما شرعية، لا غير شرعية، غير شرعية طبعا. اغلب الناس قاعد يعملوها كيف؟ كيف؟ بيكسر ركبة في دولة غير الدولة اللي دخلها بتأشيرته السياحية، بيخش دولة بشكل نظامي بتأشيرة سياحية، بيتسلل عبر الحدود لدولة ثانية وبيكسر ركبة هناك. الدولة اللي دخلها بشكل شرعي دي عندها بياناته ومعلوماته، عنده حجز اوتوماتيكلي قبل ما يجي بتاع فندق، وعنده بصمه موجوده ممكن يشيلوه ويرجعوه ثاني مكان هو جا. تكاليف بس. أيوة. اذا دي برضه بتقودنا للفرق بين السفر والهجره. طبعا يعني انا سافرت سياحه اجي راجع في وقتي، اسم السفر سافرت سياحه، لا اجي راجع في وقتي. تجي راجع في وقتك انت كذا سافرت وجيت، ده سفرنا. لكن الهجره دي خلاص ما هي الدول نفسها اللي قاعد يسافروا لها الناس بتاشيرات بتاع السياحه عندها شروط، ما لم تتوفر فيك ما بيدوك التأشيرة بتاعت السياحة دي. حساب في البنك، حركة بتاعت أموال محددة في البنك، حجز بتاع فندق قبل ما تمشي، مجموعة بتاعت إجراءات بيدلل عليه انك انت ماشي وجاي راجع تاني، انت ما محتاج تستغل حتى عندي.